ندى بتسأل حضرتك ندى؟ الحمام نقدر نحشيه بحاجة تانية غير الرز والفريك؟ هو جرت العادة إن إحنا نحشيه برز وفريك، إنما لو حبت مثلا تحشيه ببصل وحاجات من اللي هي زي الستافنج بتاع التركي ممكن، مفيش مشكلة. على حسب ما هي عايزة، في ناس بتعمل حاجات مثلا حمام محشي باللحمة المفرومة، مفيش أي مشكلة، المهم إن الحشوة تبقى لها طعم ظريف، لأن الحمام نفسه له طعم مميز، فإحنا لو حطينا له حاجة طعمها شارب هتغطي على الطعم بتاع الحمام، إنما هو الامتزاج ما بين طعم الرز وطعم الحمام أو طعم الفيك طعم الحمام ده له يعني مميزات ظريفة في الطعم، إنما تقدر تعمل حتى الحمام محشي باللحمة مفيش أي مشكلة. أميرة أحمد بيسأل عن طريقة عمل كنافة المانجا. كنافة المانجا، طبعا هو انا قدمتها الحقيقة اول ما حد قدمها كنت انا اللي قدمتها، هي لها طريقتين، لو عايزة تعملها هقول لها الطريقتين علشان هي تختار. اول طريقة ان احنا بنجيب الكنافة ونحمرها في الزبدة ونصفيها، بعد ما بنصفيها بنكبسها في قالب ونبردها شوية، بنضرب الكريم شانتيه وبنعمل طبعا سيرب للكنافة، بس ما نحطش كتير فيها عشان ما تطراش، ويا ريت السيرب اللي بيتعمل او الشربات اللي بتعمل يبقى تخين شويه عشان ما يطريش الكنافه، لانه الكريم شانتيه اصلا بيبقى طري فممكن يطري الكنافه. بعد ما بعمل القالب احطه في طبق التقديم، بحط الكريم شانتيه على الوش واكون مقطعه المانجا ترانشات واحطها على الوش، دي طريقه. الطريقه الثانيه ان هو بعمل ديسك كنافة بحط لها الزبدة وادخلها الفرن تستوي، وبعد ما تستوي بتطلع، بعد ما تطلع بعمل لها شيرب برضو وبردها قبل ما احط الكريمة وقبل ما احط المكة. وبالهنا والشفا. الحقيقة عندي كذا سؤال بالنسبة للعصاير بقى. العصاير؟ أولا أيوة عايزة أعرف العنب الأحمر، أنا ما عنديش العصارة اللي بتعمله، فهل ممكن أيوة أعمله في البيت؟ ممكن جدا. عندك خلاط؟ عندي. حطي العنب لما تشيلي منه العنق حطيه في الخلاط وحطي عليه شوية مية مش كتير، ولو حبيتي لو هو عنب حلو خلاص ما تحطيش عليه سكر، اضربيه في الخلاط جامد جدا 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 لغاية ما يتهري خالص، وبعد كده صفيه. التصفية هتكون بشاشة كده، بتحصلي على عصير عنب صافي جميل جدا. ميرسي، ربنا يخليك. العصير طيب عصير المشمش. عصير المشمش، عصير المشمش بتفصصي المشمش وبتحطي له سائل اللي هو سائل مسكر، يعني بتدوبي شوية مية في سكر وتحطيه على المشمش وتضربي في الخلاط، هو ده اللي يعمل عصير مشمش. مش بيتسال الاول على النار؟ لا 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 لا، ما تعمليش على النار، العصاير الطازه ما تعمليهاش على النار الا اذا كنت عايزه تعملي قمر الدين، تقدري تستخدميه حقيقي لو عملتيه مهروس وسويتيه على النار وحطيتي له ميه ونشا هيعمل لك قمر الدين طبيعي في منتهى الجمال. طيب حضرتك عندك افكار لاصناف حلويات تكون حاجات بارده، يعني استخدم فيها الكاستر والجيلي بدل أيوة. من دلوقتي، حضرتك عارفه عشان الحر الحلويات اللي هي أيوة. الحلويات بتاعتي قوي، ايوه عايزه اعرف حضرتك افكار مختلفه غير اللي بتعرفي. الافكار المختلفه انك بتستخدمي الفواكه، الفواكه دي من الحاجات اللي ممكن تعملي بيها حلويات جميله جدا، يعني انت لو عندك مثلا مانجا، المانجا دلوقتي تجنن، عندك حاجات مثلا خوخ، اعملي خلطه مانجا خوخ موز برقوق، واخده بالك؟ وبعدين اعملي رز بلبن وحطي له بعد ما تسوي حطي له شويه نشا، وبعد كده لما يبرد شويه خلطيه بشويه الفواكه المقطعه دي وحطيه في القالب وبرديه، بعد كده بتحصلي على طعم جميل وبارد في منتهى الجمال. معانا نسمة، اهلا يا نسمة نسمة. بتسأل حضرتك عن طريقة عمل كباب الحلة. كباب الحلة، كباب الحلة لحمة طبعا احنا بنفضل انها تبقى لحمة ناعمة مش خشنة علشان تستوي كويس.
احلى طريقه عشان كباب الحله، بعمل اللحمه احط عليها بصل وهي نيه، احط عليها شويه زبده وشويه لبن، واقعد اسوي فلفل ملح طبعا، اقعد اسوي فيها لغايه ما تبتدي البصله تحمر، لازم البصله تحمر، وبعد كده هزود عليها شويه ميه لغايه ما يجيني صوص بني واللحمه تبقى استوت تماما. ده كباب الحله.